النهارده الفريق الجديد وده هياخد مننا مرتين، مره دي ومره جايه ان شاء الله. بس انا المره دي مش هحل اي حاجه مش خالص، مع اني نزلت لكم الفريق الجديد ونزلت لكم المود الاخضر بتاع الشباب اللي فات موجود من امبارح على طول. ولكن انا النهارده هشتغل ان شاء الله، درست في شغل كتير، فاحنا هنشتغل النهارده المحاضره يعني شغل بس، ومره جايه ان شاء الله هنكمل الشرطه ونرجع عليه زي ما احنا عايزين. اوكي؟ النهارده عندنا ابلكيشنز غير الموضوع ده خالص. طبعا انا كلمتكم الكلمه دي عشان تستنوا شويه. هو الدكتوره الراقصه دي ان احنا بنباهر فيها في اي مكان. اي مكان دلوقتي عشان ما نتكلمش يعني، بس يقول لك ان دي نافوره راقصه. واحنا لما بنروح نتفرج عليها بنتفرج عليها باستمتاع جدا. وان ازاي الناس قدرت باي طريقه في مكان تخلي موسيقى تدي انطباعات ابلكيشنز كده مع ال يعني يعني الميه بتديني على حسب الرقصات بتاعتها او الارتفاعات بتاعتها تديني استعراض يكون ماشي مع الموسيقى. تمام؟ الفكره دي كلها بتبني على حاجه في منتهى البساطه ومنتهى السذاجه عشان اوريكم العلم دايما الحاجات اللي احنا بنشوفها دي هي اصلها حاجات بسيطه جدا هشرحها لكم طبعا في اخر المحاضره. هي عباره عن حاجه ليها علاقه بقطعه الدنيا. انا ممكن اتخيل ان القطعه دي ولما اشرحها بعد شويه ممكن تكون هي دي اساس فكره المفروض الراقصه انا علاقه بالتفصيل. القطعه دي اصلا موجوده فين؟ موجوده في رجلنا جوه الغساله. ممكن نستخدمها في حاجات تانية كتير وممكن اقول لكم عليها افكار كتير. فكرة بمنتهى البساطة تطبيق مباشر على قانون ليبز بتاع حضراتكم او قانون عملين اللي هو في المغناطيس. قطعة بسيطة جدا تتباع لا تتعدى سعرها 15 جنيه مع تكرارها بطريقة معينة حاجات معينة بيديك الاستعراضات اللي انت بتشوفها دي. تمام؟ اللي انا قلت لحضراتكم قبل كده محتاج دايما نربط ما بين اللي احنا بناخده وبين اللي احنا بنشوفه. حياتنا حاليا مبنيه على التكنولوجيا، والتكنولوجيا دي او التكنولوجيا بمعنى اصح كده هي اصلا على حاجات بيزك سايبر، هي الحاجات الاساسيه خالص واللي هتلاقيها دايما موجوده في حياتنا. اوكي؟ حواليكم حاجات ثانيه برضه مختلفه، حواليكم زي ده حلو حد شاف ده قبل كده. ده شكل حاجه اسطوانيه ممكن يشبه عليها نقطه ايه؟ ده شكله كده كباستو صح كده؟ طب ده كباستو اشمعنى الشكل ده واشمعنى؟ حوالين حضراتكم هشرح لكم ده برضه ده موجود في مفيش بيت في بيوت ثانيه ياخدوا منه ده. ده ازاي؟ مع ازاي كده بالشكل ده على كده؟ ايه حكايه بقى الكباستور؟ هو الكباستور ده حاجه مهمه قوي في حياتنا قوي كده. هنحكي عن القصه دي لما اوكي؟ طيب النهارده هنتكلم على فيرست لو اوف ثيرمودايناميك. بالمناسبه في حاجه اسمها زيرو لو اوف ثيرمودايناميك وفي حاجه اسمها سكند لو اوف ثيرمودايناميك. لو حاجه كده حبيت تقرا الحاجات دي هتلاقي احنا مش مجال دراستنا الاثنين، انا ده ولا بس حضرتك تبقى انت فاهم ان في حاجه اسمها زيرو لو في حاجه اسمها سكند لو اوف ثيرمودايناميك. طيب في الستور سيرفو دايناميك ده بص بتاعه بسيط جدا. حضراتكم دلوقتي اللي هتجيبوه معايا عشان انا عشان هكتبه لك وانا اتفق انتوا اللي هتستخدموه معايا. بقول لحضرتك بمنتهى البساطه كده لو عندي خاصيه اللي هي فكره بس احنا بنسميها بقى فكره بيستو. بيستو دي عباره عن سلندر السلندر دي فيها غطا والغطا دوت فيه دراع كده فوقيه قابل للحركه. يعني مش ريجيد بولز. لو كلها ريجيد بولز يعني حاجه مقفوله تماما. لا الصندوق بصوا اللي هي السلندر عباره عن من جميع النواحي ريجيد ثابته ولكن في ناحيه منهم قابله للحركه. هي مش دي نفس فكره الحله اللي حكينا عنها وبنعمل فيها في شرط. بس كل الحكايات دي محكومه شويه. محكومه يعني ايه؟ يعني الحله غطاها لو الانتشار زاد ضغطه شويه او الحاجه اللي مسخنها جواها زادت بتقوم عامله ايه في الغطاء؟ بتقوم رافعه الكلاب كده تمام؟ لا انا مش هخليها كده. انا هخليها محكومه بالظبط جواها بحيث لو حد يضغط فعلا ويزق هيزق الغطاء كله بارتفاع مش معه. هي دي فكره البيستون عباره عن السلندر. طبعا كلمه البيستون دي هتبتدي تطلب ذهنك العربيات. لكن الموتور عباره عن مساتن، طبعا بيراد عربي مساتن من مين؟ لكن هي بيستون اصلا يعني هي بنون فكلمه بيستون هو السلندر ليها غطا، الغطا ده قابل للحركه، مش غطا بقى، يعتبر فيه كده اللير الرابعه قابله للحركه، تمام؟ الغاز دي حاجه اسمها انترنال انرجي. حد يحدد مطرد على الكلام ده؟ ده احنا قافلين الشطر اللي فات بالكلمه دي، ان في حاجه اسمها انترنال انرجي للغاز، تمام كده؟ مين الانترنال انرجي؟ الطاقه الداخليه للسيستم. اللي هي مين؟ لو هو جاز اللي هو اتفقنا ان هو بوتنشال ولا كايليتيك؟ ممتاز كايليتيك صح كده؟ مفيش بوتنشال اللي قلنا ان احنا بنهمل تاثير البوتنشال تماما بالنسبه للجاز. اوكي كده؟ طب ايه رايك حضرتك؟ ممكن يجي لي مصدر يزود لي الطاقه الداخليه؟ ممكن
طب ممكن يجي لي مصدر، مش مصدر بقى، حاجه تستهلك من الطاقه الداخليه، هو ده الشطر بتاعنا كله. هو دايما في مصدر بيدي، مصدر حاجه بتاخد، ولا ممكن يكون بياخد بس، ولا ممكن يكون بيدي بس، ولا ممكن يكون داخل بس. هي الاحتمالات دي كلها هنلعب معاها بقى البروسيس المختلفه. فالكونسيبت العام هو بيبني على اسمه. سؤال حضرتك عليه، المفروض اعتبر ايه انبوت عشان ينجح؟ عشان ما يتحرك من مكانه محتاج اعمل ايه؟ ممتاز. استخدم حاجه اسمها ايه؟ هيت انرجي، مصدر زي البوتاجاز. لما بشغل كده نار على الحله عشان الحاجه جوه تبني او الحاجه تسخن فبتبني في ايه؟ يطلق عنها حرب. يبقى هات هنا مين؟ هكتبها كيو، بس بكتبها يعني بكتبها بالمفهوم بتاع الدي كيو، اللي هو في طاقه، في شويه طاقه داخليه دخلوا على الوضع الاولاني. دي اكنها نبدا. طيب ده كده ايه؟ طيب ينتج ايه بقى؟ ينتج ايه لو قدر فعلا يدي تسخين قوي جدا لدرجه انه هيزق ممتاز. يبقى يعمل ورك ايه؟ يبقى يعمل ورك هو ده كده. طب سؤالي بقى لحضرتك، هي الطاقه الداخليه مصيرها ايه في الحدود؟ زادت ولا قلت ولا فضلت زي ما هي؟ فضلت زي ما هي. ممتاز. بعد كده رد الناس مهندسين. نقول لك كلمه على حسب، تمام؟ بلاش دايما لما تكبر شويه هتلاقي انك لما تيجي ترد في تفاصيل حاجات ما ينفعش تقول رد مفهوم. تمام؟ كلمه على حسب دي كلمه سليمه جدا، لكن لو تقول لي زاد قلت، لا كل ده مره. لازم نفكر بالراحه كده ونشوف. هو هي احتمال واحد؟ عشان تقول لي ذلك يعني احتمال واحد، لا هو مش احتمال واحد. هو على حسب مين بقى في منتهى البساطه كده. تخيل حضرتك ان انا كان عندي هنا هدخل بلس 10 جول. تمام كده؟ وهاخد هنا 5 جول بس. يبقى الانترنال انرجي هيحصل لها ايه؟ تخزين. يعني في 10 دخلوا، 5 بس خرجوا جول، يبقى في حصل ايه؟ زاد 5. حصل حبه زادوا ايه؟ بالانترنال. طيب دخلت 10 تمام؟ خرجت 10. دخلت 10 خرجت 10. الانترنال انرجي زي ما هي، لا زادت ولا قلت، ولا حاسس باي حاجه. كده السيستم كما هو. طيب دخلت 10 تمام؟ خدت 15. ده كده ابتدى يسحب منين؟ طب هو انا بحس بالاحساس ده في حياتي كده، ان انا ببتدي كده ابقى احس ان انا بعت وعرفت وسمعت احيانا. امتى؟ انا بكون نازل واكل عشان رايح العب كوره. الكوره طولت ولعبنا ساعه واثنين وثلاثه وانا خلاص مفيش انبوت ثاني، اخر انبوت كان هو الغدا اللي انا كاتبه مثلا او عليها بساعتين. لو فضلت انا متواصل وانا مفيش اي انبوت بيبتدي يحصل لك ايه في الاخر؟ تلاقي نفسك تلعب، تبتدي تسعى، تبتدي تحس ان انت عندك حكايه خالص، تمام؟ ايه اللي ابتدى يحصل لو كده؟ انت الاول لما جبت فبتدخل انبوت فبتدي تسحب منها، تمام؟ طب انت لو خلصت الانبوت دي، ما هو خلص الانبوت دي، بقيت تاخد منين بقى؟ من الطاقه الداخليه. الله، يعني لو الطاقه الداخليه قلت هبتدي اسعى، يعني درجه الحراره تقل. هي درجة الحرارة ليها علاقة بالانترنال ولا ليها علاقة بالميديم؟ السؤال ده محير جدا للناس على مدى السنين. كلمة تمثيل يعني تمبريتشر، وهيت انرجي طاقة حرارية، تمبريتشر يعني حرارة، هل هما مرتبطين ببعض؟ ولا تمبريتشر مرتبطة بالطاقة الداخلية؟ السؤال ده محتاجين نرد عليه كده اثناء ما احنا شغالين في الشطر مع بعض. السؤال ده مهم جدا، فيزيكا يوم. تمام؟ طيب يبقى حضراتكم شايفين البرواز ده يتكتب فيه ايوه دي بقى دي يو الطاقه الداخليه التغير في الطاقه الداخليه للسيستم هياخد من مين؟ الانبوتس اللي هي ممكن تبقى دي يو ماينس الاوت اللي هو مين؟ تمام؟ مين اللي قالك هرمون؟ انت هو ده الفيرست لو اوف سيرمودايناميكس. يعني الشخص اللي فكر فيه وكتبه كده حضراتكم تقريبا عملتوا زي بالظبط. انا ساعدتكم بس نشرحت لكم الفكره عباره عن عشان كده بقى زدت بقول لحضراتكم دايما مش مهندس خلاص صباح ايدك عندنا انا هسيبك تتسمع شويه. انا عايز اتنبهوا ان حاجات كتير قوي في العلم هي افضل من حاجه في العلم. كل حكايه ان واحد بس فكر بتفكير منظم طبعا لها قانون سيمبل جدا بقى اسمه قانون بقى معترف بيه على مدى السنين كلها. على فكره كتير قوي في القوانين كده كلها سيمبل جدا لدرجه ما تتكلمش. يعني عشان بس ما تقولش حاسس دايما احنا مالنا من العلم احنا ايه اللي جبنا جنب العلماء الكلام ده كلام فارغ. هو اي حد يقدر يفكر بطريقه منطقيه يوصل لحاجه منطقيه.
يبقى الطاقه الداخليه التغير في الطاقه الداخليه اسرع مش الزياده في الطاقه الداخليه. ها ايه فرق الاثنين؟ بيدوس على البنزين يشد مش عارف ايه.
هو كل ده ما استفادش غير 30%، ده لا يتعدى 30% اساسا. تمام؟ لغايه دلوقتي مش قاعدين نستفيد بكل الطاقه اللي دخلت. عشان نطلعها. اوكي؟ طيب يبقى احنا هنا قلنا دي الكيس الديفولت بتاعنا، وفهمنا الديفولت ليه؟ ان هو ده الاصل في الموضوع وده لو عكسها. طب هتقولي طب ما ممكن يبقى في سيستم ما بيدخلوش طاقه حراريه اصلا. طب الحاجه اللي مش موجوده بكام؟ زيرو. بعد كده الحاجه اللي بتاخد بزيرو، بس انا بزيرو ما فيهوش مشكله. انا مشكلتي ان انت تبقى مقتنع امتى بوزيتيف وامتى ايه؟ وامتى. اوكي؟ كده انا خلصت اول نقطه ورا حضرتك. انا ده اللي انا بقى نفسي فيه. يعني لما نعدي السكشن خالص بنسبه كبيره بنغطي الحمد لله اسئله بعد كده. فطبيعي. طيب ايه القانون العام بقى بتاع الورك؟ ورك دان باي اجينز. هتقولي يا دكتور احنا الورك ده يعني سنين بناخد ورك. هتقولي ورك يعني ايه؟ هقول لك ورك يعني ايه بروفيس. ورك يعني ايه بروفيس؟ صح كده ولا غلطان؟ طب هو ده ينفع؟ لا طبعا. هو الغاز هيتعامل معاه كلمه بوكس؟ كل علم ليه كلمات، كل علم ليه كلمات. فاكرين الترم اللي فات كنا بنشرح الروبرتس وماتر؟ قلنا ايه؟ لما جينا نتعامل في الاستيستي ها بدل ما نقول بريشر قلنا ايه؟ ستريس. ممتاز صح. ليها كلمات، كل علم بيستخدم كلمات. طب نفس الكلام، طب ما هنا هتعامل مع الغاز كفورس، ينفع اقول ان الفشار لما ساهم في الحل عمل قوه على الحضاره؟ حتى كلمه غريبه شويه. هو عمل ايه؟ ضغط على الغطا فخلاها يحصل له. تمام؟ فعايزين نحول الكلمه دي لبريشر. تعمل ايه؟ بيقول لحضرتك لو انا عندي هنا غاز، غاز اهو ضغط بفورس هيحصل ايه؟ بعد شويه هيتحرك مسافه ايه؟ دي اكس. فقال لك دي جنب يمين، هتقول لي انت حضرتك اف دي اكس. سيب بقى من الدوت دايركشن والكلام ده. طيب انا بقى عايز الفورس دي مش عاجباني احولها انا ايه بقى الفورس دي؟ بريشر في ايه؟ بريشر في ايه؟ في اريا. يبقى بريشر في اريا في دي اكس. وبص كده هو الاريا في الدي اكس اللي هو التغير في الحجم الفوليوم. ممتاز. تغير في الحجم، تغير في الحجم ده ايه؟ يبقى بريشر في الدي. يبقى الدي دبليو تغير في الشغل المبذول يساوي البريشر في الدي فوليوم. يبقى الورك عامة بيساوي ايه؟ ايوه ممتاز. ديجريشن بي دي. هو ده يعني ايه؟ يعني لو انا اديتك دلوقتي في بريشر ايكوال كذا تعرف تشتغل؟ اه. طب لو قلت لك بس هتعرف تشتغل؟ لازم برضه نربط الاثنين ببعض. اربطها ازاي بقى؟ هاجي اقول لحضرتك حاجه، لو انا قلت لك دلوقتي انا عندي مثلا بالشكل ده وسالت حضرتك سؤال، هو الورك هنا هو فين؟ تقول ايه بقى؟ ايوه جميل قوي الكلمه دي. هتقول لي حضرتك دي اريا ها اندر ذا كيرف. دي خدتوها قبل كده فين؟ الكيمستري ولا حاجه؟ طيب حلو. سؤال بقى، هو المقتنعين انها هي اندر ذا كيرف ولا حافظين انها هي اندر ذا كيرف؟ حافظين. طيب انا بس مش معنى كده ان كلكم حافظين او حاجه، انا بس عايز اتاكد انت متاكد من اللي انت فاهمها ولا لا. طيب بص حضرتك كده قول لي لو خدت عينين الحجم، يعني ايه عينين الحجم؟ اهلمت كلمه ازاي؟ اهو اجيب اي مكان يعجبك واخد كلمه بالشكل ده. دي اسمها عين حاجه. دي يمين على فكره ده بالظبط، ده بالظبط كده هو ده دي. طب فين البريشر على الحته دي؟ فين البريشر؟ فين البريشر اللي عندي؟ هي دي؟ هي دي. بس هتقول لي يا دكتور بس دي مايله. انا لما بطلع دي اكني بقول لك كده صح كده؟ طب ايه رايك حضرتك لو دي سابت قوي؟ طب انا هتلاحظ بقى قوي اللي هو ما في ديفرنس بسيط جدا، وده دايما وده يعرفك في الانتجريشن هو ليه دايما الليمت صغير؟ ليه؟ عشان انا عايز الحته اللي عليه تبقى كونسنت. بس هتقول بس هي مش كونسنت. بس هي كونسنت. قال لك ارجع في الكمبيوتر نفسه واتفرج. هو لما بيرسم لك خط او اي كيرف لو انت قعدت تكبره 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 هتلاقيه في الاصل ايه؟ تمام؟ هي داش داشات صغيره كده. يعني هو بيرسمها لك انت لو شفت الكمبيوتر نفسه هتيجي ترسم لك داش كده وبعديها داش كده وبعديها داش كده وبعديها داش كده. انت لما تشوفها على بعضها هي خط مش على بعض. هو كبر 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 هتلاقيها داش 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 هو رسمها خلاص. تمام كده؟ نفس الكلام هتقول لي بس ده كده اهو دي مش دي. اقول لك لا لو دي
صغيره قوي ساعتها بقدر اعتبر الحته دي انها ايه؟ هوريزونتال، وساعتها يبقى طول فقط. تمام كده؟ كده انا خدت العينه دي من فين لفين بقى؟ من اول الستيت اسمها ستيت رقم واحد الحاله الاولانيه لحد مين؟ الحاله الثانيه، يبقى لازم اركز هنا من دي واحد لدي. طيب لما اجمع عليها بقى، هجمع عليها كل العينات دي جنب بعض جنب بعض جنب بعض من اول دي واحد لحد دي اثنين طلع لي الورم ده. وعشان كده يتكتب تكامل دي 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 اريا اندر ذا كيرف. انهي كيرف؟ اللي هو يكون الفوليوم على الاكس اكسس والبريشر فين؟ افتكر الجمله دي كويس. تاني هيكون الفوليوم على الاكس اكسس والبريشر فين؟ على الواي. ساعتها بقى يبقى اريا ايه؟ مساحه تحت المنحنى. خلاص احنا فهمنا دلوقتي ايه الموضوع؟ يبقى ايه؟ هتقول لي لو جنب دي رسمه لو جنب كيرف هعرف احسبه ولا لا؟ طبعا. وبالتالي اي حاجه فيها كيرف لازم تحسبها كالكوليشن. لكن لما احب حاجه تحسبها لي هشوف الجرافيك لو هجيب لك ايه؟ خطوط بحيث انها تحسب لي التانجنت تحسب لي التراينجنت تحسب اي حاجه بس هتحسب. اوكي؟ يبقى انا دلوقتي عندي كام طريقه لحساب الورك؟ ده طريقه رقم واحد ودي طريقه رقم ايه؟ رقم اثنين. طيب ممكن حد كده يقول لي انا عامل وورك نقط اون باث. باث يعني مسار. هل الشغل بيعتمد على المسار ولا لا يعتمد على المسار؟ لا يعتمد على المسار. ممتاز. ايه الدليل؟ ايه اللي هناك من الرسمه؟ ده اخر كلام؟ ماشي. انا دلوقتي حالا اهو خلينا بقى ماشيين مع الباشمهندس هو اللي فكر معانا. هو بيقول لا يعتمد على المسار. اوكي. دي هنا كده اهو يرسم الرسمه. فكروا انتوا لغايه لما تشوفوا هيقول ايه؟ اهو ادي الفوليوم وادي البريشر وادي نقطه رقم واحد وادي نقطه رقم اثنين. لما اجي اقول لحضرتك زي ما انا عملت كده ده الحاله رقم واحد. طب ده الدنيا فين؟ اهي صح كده؟ طيب ايه رايك حضرتك قلت لك لا انا همشي كده انا همشي كده كده اهو وامشي كده. هنا هتبقى الدنيا فين؟ انا هعمل لك كل حاجه هي النوم بتاعها، يعني ده كده اهو دي كانت الاريا بتاعت مين؟ دي كانت الاريا بتاعت البحر، صح كده؟ طب لو انا فتحت على الاسود هيبقى الاريا فين؟ تحت الاسود اللي هي مين؟ اللي هي دي، صح كده؟ اختلفت ولا ما اختلفتش؟ حلو، طب ايه رايك حضرتك لو قلت لك لا؟ انا هوصل لك دي كده وانزل كده. كانت الاريا فين؟ كل ده كل ده كده هي دي. يبقى ردا على الباشمهندس وردا على اي حد. انا بتكلم بالدليل. اللي عايز يتكلم معايا يتكلم معايا بالدليل. حد دليلك انا ليك. اوكي؟ يبقى انت هنا ايه؟ ورك ايه؟ ديبند اون باث يعتمد على المصدر. اي اي يعني انا اعني انا توضيع يعتمد على ايه؟ الستيت دي اسمها ايه الستيت دي؟ اسمها انترميديت ستيت يعني في النص اللي هو المسار اللي ماشي عليه. ان اديشن تو ايه بقى؟ انيشال اند فاينل ستيت بالاضافه الى النقطه الاولانيه فين والنقطه الاخيره. ده الرسم مش عايز يكمل دلوقتي اهو انا عندي ده كده ده كده تمام. امال يمكن يعني اندر ذا كام هي زي بالظبط تمام. يبقى ده ايه؟ حمرا. طيب لو قلت لك المسار بتاعي مش كده كده ايه يعني اندر ذا كام حاجه بس يبقى دي زي الاحمر ما بتتسمى على ايه ايكوال لو حسبتها هي دي لا ده انا بقول اهو. يبقى الاريا الورك بيعتمد على مين؟ على المسار. احنا بنروح الاثنين ماشيين ازاي؟ بالظبط المساحه تحت المنحنى هو المنحنى ده ازاي؟ طيب لو انا مشيت كده كانت ساكت الاريا كانت تحت. طيب في اريا بالاحمر واريا بالاسود واريا بالازرق هل هما ايكوال؟ لو ايكوال يبقى ما بيعتمدش على المسار. نعم يعتمد على كده. ما ده المسار يعني كده يا جماعه.
المسار هو كده. طيب وبناء ان هو كده وبناء ان المسار لازم يكون كده، المسار ده ممكن يكون الاحمر، ممكن يكون الاسود، ممكن يكون الازرق، كل ده اسمه مسار. وعشان كده بخش كده كلمه كده مع كده بقول لك لازم يبقى شكل كده. يعني كلمة باص اللي هي مسار كلمة عامة جدا. باشمهندسين لو سمحتوا لو سمحتوا لما يكون حد بيسأل سؤال ببساطة كده أنا برد عليه، لأن أنا عارف إن السؤال ده زي ما هو بيسأله أي حد في بتاع 20 30 واحد عايزين يسأله. يبقى حضرتك حطوا ذهنك معايا كده لأن تبع المحاضرة. لكن لما أنا برد على حد لأن أنت بتتكلم يبقى معلش أنا برد على شكل. بمنتهى البساطة. طب أنا قبل كده أنا جاي عشان أديك حضرتك وأنت جاي قاعد معايا عشان تستفيد. صح ولا غلط؟ سيبك بقى من كل الاسئله دي، خلينا بقى نرجع نكمل الشرح ده طويل. كده ايه؟ دي زياده لحضرتك. مش البيستول ده كان هنا؟ حصل شفت كده؟ الحته اللي هي مين بقى؟ كده. هي كانت اصل العليا كانت دي، حصل زياده بمقدار دي اللي هو مش هي بنتكلم عن هي لسه عشان اللي حصل شيء في الدنيا دي ايه دي اكس الحركه دي تمام عايز حصل في هو الريل ده كده الحركه بتاعت الدي اكس الاريا اللي هي الدنيا اللي انا اللي هو الخط اللي انا بص عليه انا اللي بقول انا اللي بقول طيب كده خلصنا وورد دان باي اكس قبل كده حصل بصوا بقى حصل كده عشان الرجال والرجال الجدول ده مش موجود في الكتاب وعلى فكره ما عملتوش قبل كده حتى في المره انا هعمله معاكم النهارده اهو هنمسك البروسيس نقسمها جدول محتاج اعرف الاول البروسيس لما اقول لك اسمها ايه الكونديشن بتاعها لما اقول لك عايز زنه يا ضابط زنه كده صح كده دي اول كيس ايه الكونديشن بتاعها الورك في الحاله دي اخباره ايه الطاقه الحراريه لو موجوده اخباره ايه الطاقه الداخليه اخباره ايه ولو ليها رسمه يبقى رسمه تمام نعمل الجدول بالراحه خالص كده في جدول كبير عندنا سبعة بروسيس مختلفة تمام؟ دي تحت العنوان ده اللي هو Application of Quest Pro Observability عندنا دوشة بتاعة جدول ده أول جدول عملاق كده بعد كده عندنا واحد مع نهاية الشهر طبعا محاضرة جاية بس هي بتفرق معاكم بس يا ريت زي ما اتفقنا على كده يا جماعة جدول فين في الشخص؟ احنا بنلاقي فين في الشخص؟ لما اجي اقول لحضرتك ايزوليت السيستم عارف يعني ايه؟ يعني سيستم معزول تماما مفيش اي مصدر حراري بالنسبه له خالص وفي نفس الوقت ريجن وولز ريجن وولز ومعزول تماما حراريا يبقى لو هو جسم بيتحرك او قابل للحركه ولا هو ايه؟ بيخش له طاقه حراريه ولا بيخرج منه طاقه حراريه تمام؟ ساعتها ايه الكونديشن؟ ايه الكونديشن اللي انا هفهمه منه؟ الكونديشن اللي بفهمه منه ان دي كيو بتساوي زيرو وان دي دبليو بتساوي زيرو. ده اللي محطوط في ذهني لما اقول لك ايزوليتد سيستم. تمام؟ طيب لما اجي اقول لك يبقى دي كيو كام؟ هتقول لي ايه؟ زيرو. دي دبليو كام؟ زيرو. يبقى الانترنال انرجي عباره ايه؟ هي يا جماعه. ده معنى كلمة سيستم معزول ايزوليت دي يو يبقى دي طيب لما اجي اقول لك سايكليك بروسس ايه الكونديشن اللي المفروض افهمه في كلمة سايكليك؟ ان انا كنت عند رقم واحد رحت عند رقم اتنين رحت ازاي؟ رحت كده دي اسمها سايكليك؟ سايكليك لازم يحصل ايه؟ لازم ارجع تاني امر كده تمام؟ دي معنى كلمه سايكل واحد اثنين واحد يعني اتحرك ده واحد اثنين واحد الحقيقه المفروض تكتب ماشي هي مش هنا اوكي طيب ايه الكونديشن بتاع السايكل بروسس؟ ايه الحاجه اللي ما اتغيرتش؟ ممتاز الانترنال انرجي ليه؟ لان انا كنت واحد لفيت عند اثنين طيب بس عند اثنين اتغيرت ما لفيتش بس رجعت عند ايه؟ اكيد يقول لك خمسه اثنين خمسه انيشال وفاينل ايه؟ هتقول لي خمسه بعد خمسه اثنين
بالظبط كده. يبقى هتقول لي على طول الكونديشن اصلا ان مفيش تغير في الطاقه الداخليه. دي طبعا كلمه ديو بتساوي زيرو يعني ديو بتساوي صفر. مفيش تغير في الطاقه يبقى ايه؟ يبقى الطاقه بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طب دي كيو بتساوي كام؟ معرفش طبعا هكتب هنا ده بما ان ده زيرو في ورك هنا ولا مفيش؟ طب هو فين الورك ده على اسمه؟ هتقول لي المساحه تحت المنحنى، فده مش منحنى واحد، ده منحنى رايح ومنحنى راجع. لما تاخد الفرق بينهم يطلع لك الحته اللي انا هشرحها. لما يكون مسار مطلق يا شباب يبقى الورك ده هو المساحه داخل المسار. داخل المسار. جت منين؟ خد المساحه اللي تحت ده لوحده وخد المساحه اللي تحت ده لوحده مره بالبلس ومره بالماينس يطلع لك الفرق بينهم الحته دي. تمام؟ طيب يبقى هنا هقدر اقول ايه؟ الدي دبليو اهو الدي دبليو اقدر احسبه ان هي اندر ذا كيرف صح كده؟ ولو ديو زيرو يبقى دي كيو بتساوي كام؟ يبقى دي كيو بتساوي دي دبليو. تاني الاصل فيها الكونديشن الاصلي عندي مفيش تغير في الطاقه الداخليه يبقى التغير بزيرو. الورك فين؟ الاريا الاريا داخل البصر مش اندر جوه المسار. طب ممكن دي كيو اجيبها منين؟ طبق القانون دي يو بتساوي دي كيو ولا دي دبليو يبقى دي كيو هي نفس القيمه وعلى معنى اتفقنا قبل كده عشان يبقى مفيش تغير في الطاقه الداخليه لازم يبقى الداخل قد ايه؟ قد اللي فات. تمام؟ ايزو سيرمان. ايزو سيرمان يعني ايه؟ تمبريتشر بتساوي كونسنت معناها تمبريتشر بتساوي كونسنت. طيب لما تمبريتشر كونسنت بيحصل ايه؟ ها الرسمه تيجي ازاي؟ مش هتقدروا تعرفوها دلوقتي، احنا هنستنتجها مع بعض لما كنا بنيجي هنعمل القانون بتاعها المره الجايه، فهمت على الشكل؟ ده التمبريتشر بيساوي كونسنت. طيب لما التمبريتشر بيساوي كونسنت مين اللي هيبقى كونسنت؟ الشغل ولا الطاقه الحراريه في انرجي ولا الطاقه الداخليه؟ الطاقه الداخليه. طب جبنا الكلام ده منين؟ ارجع للشابتر اللي فات شوف احنا قفلنا بايه؟ احنا قفلنا شابتر ايه؟ قفلنا ان يو بتساوي اي على 2 ان ار تي. دي دايركت بروبورشنال لمين؟ الطاقة الداخلية ضربت ليه؟ طب لو فضلت درجة الحرارة ثابتة يبقى الطاقة الداخلية أكبر هي هي زي ما يبقى التمبريتشر كونسنت يبقى أول حاجة هتعرفها إن الدي يو برضه زيرو. ليه؟ لأن الدي يو بتساوي كونسنت. الدي يو هي بتساوي زيرو ليه؟ لأن الدي يو بتساوي طيب الورك هقدر أحسبه؟ أهو الورك أهو ادي الورك اهو حضرتك هقدر اجيب الورك هو الاريا اندر ذا كيرف وبالتالي يبقى دي كيو يساوي دي كيو. طيب ايزو كوريك او ايزو فوليومتريك معناها ايه؟ ان الفوليوم فورس ما بيتغيرش تترسم هنا ازاي؟ تترسم هنا هتحرك ما بين ستيت واحد واثنين مع نفس مع ثبات الفوليوم سواء كنت طالع او نازل زي ما انت عايز بس مع ثبات الفوليوم. لو الفوليوم بقى ثابت الاريا راح فين؟ ما بقاش فيه. تمام كده؟ يبقى لما اقول لك ايزو ده كده معناها فوليوم بتساوي كونستنت. صح كده؟ هنا بقى يحصل ايه؟ ها؟ هنا الدي دبليو بتساوي كام؟ زيرو. مفيش. مفيش شغل اصلا. تمام كده؟ طب لو مفيش شغل مبذول لكن في انرجي محدش قال لا يعني في عندي سوري اهو ده اهو في عندي انرجي عندي خالص في دي كيو يبقى دي يو بتساوي كام؟ ها يبقى دي يو ها بتساوي كام؟ بتساوي دي كيو ماينس دي دبليو دي دبليو بقت زيرو يبقى دي يو بتساوي كام؟ دي كيو. يبقى لما بتكلم عن الحجم ثابت هيحصل زيادة في الطاقة الداخلية، جت منين؟ الهيت انرجي اللي دخلت على السيستم اوتوماتيك على طول عملت ايه؟ لما بتتحولها كلها انرجي، إن مفيش حاجة تانية دخلت. زي حضرتك كده لما بتاكل بتدخل،
ليه؟ لو مفيش حرف. هو حياتنا كده يا جماعه، هي حياتنا كده حلوه قوي. انت بتدخل عن حرف حلوه، عمال تدخل سعرات حراريه. هل بتنظرها حركه؟ لا. لو ما بتنظرش حركه لسه ليه؟ يبقى ده بتركب زياده في الوزن. لكن لو بتحرك قبل ما باكل هيبقى نفس افضل نفس الوزن. طب لو عايز اخس شويه ببتدي اتحرك اكتر ما باكل. عشان دي استهلك من الجسم الانترنت بتاع السيستم بتاع الجسم. ماشي؟ ايزومريك يعني ايه؟ يعني البريشر بيساوي كونستنت. طيب بريشر كونستنت يعني ايه؟ يعني كده. من واحد دي تحت اريا؟ دي تحت اريا. دي تحت اريا. والاريا هنا حساباتها سهله قوي. بتساوي كام هنا؟ بتساوي بي بي 2 ماينس بي 1. ليه؟ لان تحت الانتجريشن بقى البريشر كونستنت. لما خرج البريشر بره الانتجريشن بقى بي 2 ماينس بي 1. تمام؟ طيب الدي كيو هحسبها بأي طريقة تعجبك ويبقى ساعتها دي يو بتساوي دي كيو ماينس دي لم. هنا الاثنين موجودين. هنا الاثنين موجودين. تمام؟ أدبتك يعني إيه؟ هي بالعربي حتى لو أنت رسمت قبل كده بالعربي بتقول نفس الكلمة. أدبتك هي أدبتك دي هي بتقول نفس الكلمة. هي معناها إيه بالنسبة لنا؟ معناها إن مفيش أي مصدر حرارة داخل طب لو مفيش مصدر حراري داخل السيستم معنى كده انا باخد منين؟ فيزيكالي بقى. يبقى اي نقصان في درجه الحراره او اي نقصان سوري في السيستم اي شغل هاخده في السيستم هيتاخد منين؟ حلو. لو اتاخد من الانرجي يبقى حراره السيستم ده بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. زي ما هو بينزل ايه كمان؟ وده ليه ابلكيشنز كتير هنقولها دلوقتي بس هعرف خلاص الجدول. يبقى هنا اهو دي كيو بتساوي زيرو. تمام؟ يبقى دي كيو زيرو. تمام؟ هقدر احسب دي ده عادي خالص. ومن هنا يبقى دي يو بتساوي كام بقى؟ ينفع احسب؟ لو انا غلطت وكتبتها كده انت المفروض بقى انت يعني فيزيكال تحس ان الموضوع يساوي نيجاتيف. ان الشغل المبذول يساوي فقط الشغل اللي بيكسب ينسكت من مين؟ زي ما قلت لحضرتك النهارده كده رايح تلعب وانت خلاص تلعب كتير زياده شويه خلصت المخزون بتاعك فبدات تسحب من ايه بقى؟ من الطاقه الداخليه بتاعتك. طيب الديابيتك فري اكسبانشن دي كده شبه فيها شبه شويه من المساله اللي خدناها المره اللي فاتت. يقول لك انا عندي جسم بادي هو زائد ريجن بولز ومعزول حراريا. تمام؟ بس كل الحكايه ايه؟ كان عندي تو غاز هو نفس الغاز اتفصل نصين شلت البارتيشن دوت فالغاز دخل في بعضه. ايه اللي حصل؟ هل في شغل اتبسط؟ ده مفهوم الشطه بتاع النهارده. هل في شغل اتبسط؟ هل في غاز سرق حاجه؟ لا. يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل عند حضرتك ان دي وورك بتساوي زيرو طاقه حراريه بتساوي زيرو. يبقى الطاقه الداخليه مفيش اي تغير في الطاقه الداخليه تحت المسمى ان دي دبليو بتساوي زيرو ودي كيو بتساوي زيرو. عشان انا دي كانت اول حاله خالص. لا اول حاله كان صندوق صلب بس هو غاز واحد. لكن هنا بقول لك انا عندي تو غاز بينهم بارتيشن. انا عايز افهمك الفرق بقى يعني ايه شغل الغاز. لما اشيل البارتيشن الغاز هيلف في بعض هل هو زاد حاجه؟ لا. طب في سؤال عايزين بقى نساله وحضراتكم ثلاث افكار فيه للناحيه المستقبليه شويه. هو انا لو جبت ثلاجه في المطبخ الثلاجه دي من جوه هي بتسقع صح؟ لما افتح كده الاقي تسخين الكوليزر في الثلاجه. طب من ورا تبقى سخنه ولا ساقعه؟ سخنه. حلو. يبقى الحاجات دي يبقى هو بياخد السخونيه اللي كانت المفروض تبقى موجوده بيسحبها على فين؟ واللي بالمناسبه اللي ورا دي برضه اسمها السربنتينه زي اللي احنا قلناها قبل كده. تمام؟ حلو قوي. لو انا جيت قفلت المطبخ واغلقت كده يعني احكمت قبل كده وجبت الثلاجه دي مشغله وفاتح الجدار بتاعتي فكده في مصدر للتسقيع ومصدر للتسخين. المفروض ان درجه الحراره بتاعت المطبخ بتاعت الاوضه
تعلى ولا تقل؟ لا هي بالبساطه اللي حضرتك كده ما شاء الله عليك. انا لسه بزيكم نفسي نفسي كده رد الرد اللي هو مش تفكير الدنيا سريعة بصراحه. يعني الموضوع محتاج تفكير وتفكير وتفكير مش الرد السريع بتاعك. فكرت بالراحه هو مين هيأثر اكتر؟ معناه التزكيه ولا التزكيه؟ مين فيهم اللي فهم صعب؟ فكرت فيها للمره الجايه. طيب رسمة الأنيابات اللي فيها أسمك؟ فيها أسمك. نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين وبرضه بينزل كيرف. هتقولي بس احنا خدنا قبل كده النهارده نفس الكيرف ده. هيبقى نفس الكيرف بالظبط؟ ها؟ هيبقى نفس الكيرف بالظبط؟ لا. هيبقى عندي كيرف كده وهيبقى عندي كيرف كده. حضراتكم بقى تقولوا هنسمي ده ايه وهنسمي ده ايه؟ مين منهم عايزه سيرمان ومين منهم انيابات؟ برضه دي هديكم فرصه تفكروا فيها. تاني نفس الرسمه واحده بس اكيد مش هينزلوا عند نفس النقطه. طيب انهي كيرف منهم بيعبر عن عايزه سيرمان وانهي كيرف منهم بيعبر عن انيابات؟ على فكره ده سؤال شيق جدا لينا في الحديث بالمناسبه. ده سؤال شيق جدا دي نحن سافر ففكر فيها من دلوقتي قبل ما انا اطبقها. هو مين منهم الفرد متوقع يبقى مين؟ شكله كده يبقى ايه؟ وليه؟ مش مجرد النمر. هل هيبقى اللي فوق هو اللي هيسافر من تحت اجاباتك ولا العكس؟ اوكي؟ كده الحمد لله. طبعا انتوا المفروض تحسوا دي مش الجدول بتاع حاليا لان الكلام ده لو كان كتب ورا بعضه يعني كل واحده منفصله عن الثانيه كان ممكن يحصل لها وقت شهر. هو هنا ميزتك انت ايه؟ كل حاجه مسجله وضبطها. سجلنا ابلكيشن وفيسبوك. عايزين بقى عشان نشرح السبيسيفيك دي بالذات بتسال اسئله كتير قوي. هو ليه درجه حراره جسمنا ثابته؟ وليه درجه حراره الارض ثابته؟ وليه لما بروح انزل البحر الصبح الساعه 8 يبقى الشمس قدامي قد كده وانا نازل ساعات؟ واجي ساعة المغرب والشمس بتختفي قدامي وابقى شايف المية دافية. هو انا حصل حاجة في الدنيا ولا هو اليوم مش هختفي ولا ايه بالظبط؟ حد عنده تفسير؟ ليه الرمل بتاع الشط لما بيسخن بيبقى مشكلة بالنسبة لك؟ لما تعدي عليه وانت حاكي كده وانا بحكي لك المصيف اهو وانت معدي عليه وانت حاكي كده ليه تلاقي نفسك بتلسع لفترة طويلة؟ هو الرمل ده ليه فيه؟ ايه خاصية كده مختلفة ولا ايه بالظبط؟ ايه الحاجات اللي ليها تأثير في التسخين؟ لما بروح أعمل علاج طبيعي لو ضرب يحط لي حاجة سخنة على أي عضو من جسمي زي مثلا لو تلاقي فيها مشكلة أو دراعي أو بيستخدم إيه؟ لو حد كده اتعرف علاج طبيعي يبقى بيستخدموا إيه في التسخين؟ التسخين اللي هو مش عايش التسخين اللي بيلسوع يعني يحط لك حاجة كده تفضل قاعدة سخنة جدا على دماغك. ايه بيستخدم ايه؟ لو حد كده راح علاج طبيعي كده يقول لنا كده او عنده حد راح علاج طبيعي يشوف الموضوع. انا راجل علاج طبيعي ده كله هو بيعتمد على التسخين سواء كان تسخين مباشر او بالويز والكلام الويز ده اللي هنعرفه الفتره الجايه بعد شرطه ساعه. ماشي يا معلم. لو انا عندي شيء سيستم اهو عباره عن ريسك فيه شيء معين سواء ساكن او ايا كان حاجه بعملها فسخن درجة حرارة عشان يرتفع من 100 ل 110 هتحتاج هيت انرجي 10 جول. سيستم تاني نفس درجة الحرارة احتاج 100 جول. عشان اجيب علاقة بينهم متهيألي هي حاجة كتير أوي يسموها حاجة اسمها هيت كاباسيتي. هيت كاباسيتي دي كيو باي دي تي. لو بيسموها بالعربي المحتوى الحراري. هل الهيت بس دي فير في الحكم ما بين السيستمز المختلفه؟ فير؟ هل هي عادله؟ بتقولي اه؟ ما انت بتقولي اهو انا حطيت ده سخنته 10 درجات وحطيت ده سخنته تحت نفس الظروف 10 درجات. انت بتقول لي ده خد 10 جول ده احتاج 100 جول. يبقى اكيد ده احتياجه كان اكبر للطاقه من ده. هل ده فير؟ لا ده مش فير. ليه بقى؟ وحضرتك تعرف هو ده كان فيه وده كان فيه. ما انا ممكن اقول لحضرتك حاجه ظريفه جدا، ممكن اقول لك ان الام هنا كان 1 كيلو جرام، ممكن اقول لك
كيلو بيحتاج ايه؟ 1 جول عشان يسخن، صح؟ طب وهنا الكيلو محتاج 10 جول عشان ايه؟ يبقى خط غير ولا لا؟ يبقى لازم عشان اتكلم صح واقول رقم يسموه كده ايه؟ حاجه ثابته للماده، لازم يبقى استكملت كل شروط المقارنه. تمام كده؟ طيب يبقى المفروض نعرف ايه بقى؟ هنزود ايه يعني؟ حد يقول يلا عشان خاطر يبقى هو كده بالذات بجد؟ بالظبط لكل للبيرفكس. انا عايز الرقم ده لكل كيلو جرام، يبقى لو خليت ولكل كيلو جرام يطلع لي مين حضرتك؟ سي اللي هي دي بقى سبيسيفيك حراره النوعيه للماده. عرفت ايه سموها النوعيه؟ ان انا بعد ما حسبت على الماس فبقيت بقارن بكل كيلو جرام ما بين اي حاجه، ساعتها بقى في المقارنه كده في تمام. يعني انت سمعت على الست دي قبل كده صح؟ بس خدوها من كده كده. انت تطلع هي ليه حراره ولا ليه ثابته؟ هو ده مهم قوي في الفرصه. هي ثابته ليه؟ اه ثابته. طيب الست دي بقى حاجه مهمه؟ اه بيقول لك انا عشان اغير درجه الحراره محتاج طاقه قد ايه؟ هو ده الكونسيبت بتاعك. ومن هنا بقى رد على شويه اسئله سالتها من شويه. هو ليه درجه حرارتنا ثابته؟ بص بقى ركز معايا كده، انا مش فاكر بقيه الارقام، بس انا فاكر ان الميه السي بتاعتها 4200 اعلى رقم عندي. الميه. وهنا بقى عشان نخش كده حته كده كونيه كده عشان نقول يعني سبحان الله، اه الميه 4200 رقم عالي قوي. وهقول لك دلوقتي احصائيه غريبه جدا. بعد كده هتلاقي انا مش فاكر الارقام بصراحه، هتلاقيها موجوده في الكتاب او موجوده في الثانويه. هتلاقي بقى يهمني الميه ويهمني الرمز اللي هو السنت ويهمني الزيت ويهمني ايه بقى؟ الشمع اللي هو الواكس. وانا يهمني لما احب اتكلم على الحراره والاحتفاظ بالحراره، اتكلم على ماده بتحتفظ اكتر وقت ممكن ولا بتفقد بسرعه؟ حلو. هرد بقى على حاجه سؤال، ليه درجه حراره جسم الانسان ثابته؟ لان 70% من تكوين جسمه ميه. تمام؟ فده بيخلي دايما حراره ثابته مالهاش علاقه بالجو اللي حواليه سواء كان حر او سخن. لان حضرتك في حاجه اسمها اوبريتنج تمبريتشر 37 درجه. ما ينفعش تعدي 41 او 42، ما ينفعش تنزل على 35. عشان تفضل بالشكل دوت لازم ربنا يحافظ عليك ان هو يحط لك حاجه في جسمك تكون اغلبيه تكوين جسمك. وتكون ما بتتاثرش بالمرض. طب والكره الارضيه نفسها حرارتها ثابته؟ 70% نفس الرقم من تكوين الكره الارضيه مسطحاتنا هنا. وبالتالي بيحافظ على درجه حراره الكره الارضيه برضه ثابته. تمام؟ الكلام ده يدعو للتفكير، يدعو للتامل. تمام؟ طب الشخص اللي بسلم عليه الاقي دايما اللي ساعه، انا بتاع فرقة كده. اسلم عليه صيف شتاء هو اللي ساعه. هو ساعة ساعة. تمام؟ اتعلمت بقى خلاص لما فكرت فيها شوية كده، طبعا انا زي حضرتك كده. ليه بفكر كده شوية كده؟ تمام؟ ما بسيبش انا هسلم عليه يعني ساعة عليه طيب؟ ما بسكتش انا، ما بسكتش. طلع ايه بقى؟ أول ما تلاقي واحد 2 و7 تقول له أنت ما بتشربش مية كتير. هو ما بيشربش مية كتير. فنسبة المية اللي جوه جسمه مش عالية، فدايما درجة حرارة جسمه اللي دي بالذات هتلاقيها دايما ساعة. لما واحد كده 9 تعرف ما بيشربش مية كتير. دي حاجة كده أساسية. طيب الرمل المية بقى ساعة، تعالى بقى ازاي؟ طب أنا بروح 8 الصبح و9 الصبح هنزل المية ليا ساعة. اصل ده لسه تكسير بالليل. الشمس قدامي، لا ده لسه بدري. فالشمس بيظهر تاثيرها فين؟ اه هو 4000 كده رقم عالي جدا، ده محتاج طاقه رهيبه جدا عشان تتنقل من ستيت لستيت. تمام كده؟ عشان تروح لدرجه حراره ثانيه محتاجه وقت طويل. وعشان كده انزل الصبح الاقي الميه حلوه وساقعه يعني كانك لابس بالليل. واجي على المغرب انزل اخر ساعتين في المغرب وما دفع. ليه؟ عمال اجمع الشمس طاقه الشمس طول النهار عشان تغير درجه حرارتها حاجه بسيطه. طب الرمل نفس الكلام، الرقم بتاعه عالي بس مش زي الميه. والزيت ده اساسي جدا. تمام؟ عشان كده الرمل برضه بيسخن جامد. بيسخن جامد عن تغيير درجه الاسفل. والشمعه
الشرع ده يا جماعه هو اللي مستخدم اساسي في علاج طبيعي. لما يحب يضيف لك حاجه على جسم اي عضو جسمك عايز يسخنه قوي بيبقى مجهزين حاجات كده تتحط هو كده بخامات معينه تحطه في شمع، هم شمع اصلا مسيحيين لهم سخونيه. تحطها كده وتطلعها كده في الشمع وتشوف مظهرها تحس ان ده حاجه متعذب. اه والله اكيد حاجه يعذبك، يعني انت كده رايح حاجه يعذبك. اللي هم لفينا عليه كده فعلا بتقعد وعايزك تقعد بيها نص ساعه ولا تنزل حضرتك حتى درجه واحده. يعني انت عندك امل انها تمرض. هي زي ما هي. انت نص ساعه ما تتلسع، يعني عارف يعني ايه ما تتلسع دي؟ ثلاثه. فالشمع الشمع من الحاجات اللي تخلص من حضرتك برضه ايه؟ سؤال بقى العكس برضه ايه؟ ايه العكس؟ احنا قويه جدا في الشتاء. ان هو طبيعته نفس الكلام بيحتفظ انت لازم طبعا عكس فتره ما يبقاش بسهوله. عشان كده انت ليه بتاكل مع الساعه؟ اكتر ما هو بيعتمد على الهلس. ولازم ما ننساش ان احنا في الامتحانات
المحاضرة وبالذات لو بتعتمد على الفيديو. حطوا بس يبقى الدكتور يقول لنا ان ده اثبات امتحاني تمام؟ هو محدش قال ان ده الوحيد وممكن يكون عندي اكثر من اثبات كتير. اي حاجه بتثبت اكثر معتمد على الفيديو وارد جدا ان انت في الفيديو. في نمبر اوف مولز نمبر اوف مولز ان نمبر اوف مولز ثابته سيستم اوف مولز في كده. بس على حضرتك لو في حاله ان هو كونستنت فوليوم التغير في الطاقه الداخليه بيساوي ايه؟ يساوي ايه؟ زيرو على بعد كل زيرو انا بس هحط زيرو بتاع حسب يعني بعد كل الجدول اللي احنا فرشناه دوت دي يو بتساوي دي كيو ماينس دي دبليو تمام؟ يعني دي يو بتساوي دي كيو ماينس دي 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 وبما ان الفوليوم ما بيتغيرش يبقى بيحصل ايه؟ تمام؟ يبقى ساعتها بالوضع ده حضرتك انت كده خلصان يبقى دي يو بتساوي دي باشمهندسين لو سمحتوا يا ريت تحترموا ان انا قلت في اول السنه مفيش حد موبايل يكون شغال بصوت. مش منطقي ان انا شخصيا انا موبايلي سايلنت عشان حضرتك وانت موبايلك مش سايلنت عشان خاطر انك تاخد طيب سكند كونستنت في حالة سقوط الضغط ارجع كده للجدول هتلاقي كل حاجة موجودة. ايه هي كل حاجة دي؟ دي يو بتساوي دي كيو ماينس بي دي بي حلو كده؟ طب والدي كيو عوض عنها في ايه؟ بالمناسبة صحيح هو الدي كيو هنا كنت المفروض اعوض عنها في ايه؟ صحيح انا نسيت بتساوي ايه؟ ان سي دي دي. طب وهنا؟ ان سي دي دي. هي السي دي هي السي دي؟ ها؟ ايوه دي مين دي؟ دي سي دي ودي؟ سي دي. تمام كده؟ يبقى دي يو بتساوي ان سي دي 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 ماينس مين؟ دي دي دي. سؤالي بقى لحضرتك هل في علاقه ما بين البروازين دول؟ هل في علاقه بين الطاقه الداخليه الفرق في الطاقه الداخليه هنا والفرق في الطاقه الداخليه هنا؟ ايه العلاقه بينهم؟ ان هم ايكوال. هتقول يعني ايكوال؟ ازاي؟ اقول لحضرتك بقى لما بيكون عندي سيستم بتنقل من ستيت واحد لستيت اثنين بيحصل تغير في مين؟ على حسب المسار بيحصل تغير في مين؟ في الورق لكن ما بيحصلش تغير في الطاقه الداخليه. الطاقة الداخلية للسيستم يا جماعة هي خاصية للسيستم. فرق الطاقة الداخلية خاصية للسيستم، يعني ده معناه أنا كنت هنا عندي يو 1 وهنا عندي يو 2. دايما بيحصل إن يو 2 ناقص يو 1 بيساوي صفر، دايما. هتقول لي بعد من رغم المسارات المختلفة، المسارات المختلفة بتغير في الورك. بتغير في الورك مع دي، لكن دايما الفرق في الفرق الديفرنس يبقى الطاقة الداخلية لا تعتمد على المسار ولكن تعتمد على الوضع الأولاني فين والوضع الجديد. Initial و Final Status. ومن هنا أقدر أقول لحضرتك إن أنا أقدر أساوي الاتنين دي وأنا مطلوب. أقدر أساوي الاتنين دول ببعض. ليه؟ لأن هو ده نفس السيستم اللي هو ده. تمام؟ يبقى فروم هنقول هنا 1 وهنا 2. فروم 1 ان سي دي دي بتساوي ان سي دي 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 ماينس. دلوقتي كلهم ماشيين على 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 وتيره واحده. باشمهندس اللي ماسك الموبايل ورا يا ريت تسيبه خليه معايا. مفيش داعي اقول لحضرتك مثلا هات اسمك هات كلمتك ما تحضرليش تاني الحاجات كلها بتظبط. ولازم لازم يحصل تهديد عشان الناس تلتزم. رقم بي دي دي عشان احط مكانها ايه؟ ان ار دي دي جت منين الحته اللي انا عملتها دي؟ ان ار دي دي جت منين؟ بص هنا كده اهو بي دي بتساوي ان ار دي صح؟ انا بتكلم في حاله ايه؟ كونستنت بريشر
تفاضل يبقى دي دي في بتساوي ان ار دي. يبقى هنحقق شيء دي 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 وحط مكانها مين؟ ان ار دي. في حاجه تطلع مع بعضها هنا؟ دي مع دي. تمام؟ والتي مع دي دي مع دي دي. تمام؟ تعالي ايه بقى؟ بس عندنا ابلكيشن، ما حدش حافظ ابلكيشن مهم جدا.